ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. غيروا ناسك ليش هيك فيك صار؟ اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معليش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك؟ شو تغيروا ناسك؟ بتضل فيك من ضل عشق وغرام الكل، منك ما رح منفل حبك خلص الكلام. يا أرض السلام، معليش لك الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا؟ كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحيق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا؟ كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحيق. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. هاي الأمور لازم تصير بشكل سري مشان الأمان، وليصير في نتائج أفضل وأكثر على الأرض. إن شاء الله تكون ارتحت أبو أنس. شكراً، شكراً على الجواب، وبعتذر لأنه عطلتك. الأهم من الجواب إنك تكون اقتنعت. من غير الجواب أنا مقتنع، بس حبيت أسمع منك لأطمن. السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم انت المعلم، شو حبيب متحسن هداك؟ يلا بسرعة، محمود ألف موتي حتى وصلت لهون. يلا يلا ري عليك معلم. Yeah.
احمد شو انك لاقي هذا ميت؟ شو الحكي يا عم؟ والله لما جبته كان عايش. ما عرفت توصله عايش لانه تصبب عليه على رواه. حصل خير، بتعوضيها المره الجايه، وعد. بس هلا خلينا نهم عليها قبل ما يصيروا اعضاء بلا قيمه. مشي نوال معناها مثل العاده. ما حذرتي ابدا، هالمره انا اللي جايبه ومخاطر فيه، واساسا طلع ميت. يعني انت شغلتك تتخلصي من اللي رح يبقى منه وبس. المعنى؟ المعنى هنن 100,000 ما في غيره. 300. روي روي روي، نقسم البيدر بالنص. 200. ماشي. رح جيب العده من السياره. يلا نستناك معلم. يلا. دكتور معلم. ومدلل عيني مدلل. احلى محمد على خط دويل على كراجات. والله الله يسلم الديان. عليه محمد، هي بريق شاي، هدول البردقانات شلت لك ياهم، انت اولى من العالم اللي اخذوا ببلاش. ها ليه؟ هي محمد عم يلعب بالطياره وعين الله عليه، شبنا محمد. اخي اسمع، كل ما افكر ليش وصلنا لهون ما بلاقي جواب. كل ما يسألوني ولادي أبي ليش صار فينا ما بعرف شو بدي. وكل ما أشوف محمد عم يطير طيارته بتذكر لما كنا صغار أنا ورفقاتي. كل ما أشوف طيارة نركض وراها ونأشر عليها ونغني. كل ما الوجع عم يكبر يا سمر، كل ما الوجع عم يكبر. شو هي الغنية يا محمد؟ طيارة طارت بالجو، فيها عسكر، فيها ضوء، فيها إبراهيم رانو راكب على حصانه. يا فرنسا يا بنت الكلب، شو اللي جابك على الحرب؟ لما شفتي سوريا صرت تعوي مثل الكلب. هي الغنية يا اسمو، رح أعلمها لأولادي. أحلى كاسة شاي لعيونك يا حجي. وريني يا ابني يا حدو. تفضل حجي تفضل. الله باينتو هالشاب سامر أبو ضاي وشغيل، من الصبح لهلا ما هدي فريرة. الأول ما إجا الشاب حسيت إنه أبو ضاي وزقرت، ناديله يشرب شاي معنا، خطي حرام. تأمر حجي. سامر سامر تعال اشرب لك كاسة شاي وريح. تعال. لا معلش حجي، لسه ما خلصت الحملة اللي بيدي. معلش لك ابني معلش، الحمل ما راح يطير. تعال عدول راسك، كاسة شاي اكرك عجب وريح شوي. مرتاح مرتاح حجي، ماني تعبان، هلا بخلص وان شاء الله بشوفكم. ايه على راحتك يا ابني، على راحتك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. فرجيني حالك اليوم يا عبد الحرام. مامون الشيف. حاضر. تعالوا. حرك انت وياه بسرعة.
خلص اعطيكم العافية اتركوا اتركوا. عود عم هو صاحب لأبوك. أنا جاي خلصك من هون. تعرفوا لأبي؟ هو بعتني لهون مشانك. كيفه منيح؟ شوف أبوه كثير منيح وبخير الحمد لله، مسلم عليه كثير وناطرك على النهار. وأنت مش هتطلع من هون بسرعة، أنا جاي حافظك كم كلمة تحفظهم مثل ما حافظ اسمك، بتعرف اسمك، مثل ما حافظ اسمك بدك تحفظهم. تمام؟ تمام. جاهز؟ جاهز. شوفي شو الجرحة ليكي بتطلع على كل الشام ظريف ما؟ ايه ما شاء الله. بعدين هلا مدوكر بالعين. تفضلي شوفي الحمام صغير هو شوي بس صعب. بيعمل لك ريلاكس. خدي يا حبيبتي. لك الله يلعن ابو اللي بزعلك ميوش. مسكي. شو هاد بدك تسمعيني ميوزك؟ ليه انا كثير متضايقه ومخنوقه. ولازم فش قلبي. ايه وانا جاهزه اسمعك. احكي حبيبتي فشي خلقك. المصيبة انه الحكي اللي بدي احكيه ما بيصير حدا يعرفه. لهيك حطي السماعات ليا. بدي احكي وفش قلبي. اذا هاد الشي بيريحك فاكيد بحطهم. علي صوت الموسيقى. انا مو مثل ما فكرتيني. ومو مثل ما الناس بتعرفني. مايا الحقيقية هي بنت الضياع اللي نهش الفقر وزل هي وأهلها. هي اللي تركت الضياع واجت على الشام
الشام اللي ما بتعرف فيها حدا. شافت شي جديد وغريب عليها كتير. كان بدي أعيش وأنبسط، بس البسط بده مصاري. أنا ما حدا جبرني بيع حالي، أنا قررت بيع جسمي مشان جيب مصاري. بدي أنبسط وعيش وأصرف على أهلي. درست واشتغلت مضيف الطيران، لفيت الدنيا كلها وشفت الناس كيف عايشة. أنتي وأهلي ما بتعرفوا إني تقلعت من شركة الطيران بسبب شغلي التاني، بس أنا ماني ندمانة ومو فارق معي شي، لأني بعرف لو ما ساويت هيك كنت رح ضل عايشة بالفقر والذل والتعتير. صدقيني يلي بحسوا الجوعان أصعب بألف مرة يلي بحسوا أنا وقت بيخلص الزبون غلطه معي. صدقيني اللي صار اليوم حسسني بالقهر. ما بعرف ليش فجأة تذكرت أيام الضيعة والجوع والذل. حط كل شيء قدامي صار لي سنين عم بهرب منه. نكش كل شيء بشع بحياتي، نكش ودفعة واحدة. حبيبتي شبك؟ مايا ليش عم تبكي؟ روقي يا عمري روقي. ما تعبني، ما بدي حدا يشفو علي. منيح اللي ما في حدا عندك، يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسعدك. أنا بعتني لعندك الرفيق إياد. إياد؟ رفيق إياد رفيقك بعدين. تذكرته الحمار. بدي إياك تساعدني بشغلة. شو شغلة؟ في إيميل بدنا نفوت عليه. مايتك، تعبتك محفوظة على جنب يعني، في إيميل بدنا نفوت عليه. وبدنا كلمة السر تبعه. شو معلم؟ وانت كمان بدك تراقب مرتك؟ يا رفيق، الرفيقة مرتي من زمان طلعت عند الرفيق الأعلى. هذا الشيء له علاقة بالشغل. مو هم هذا الحكي كلياته. مصاريك جاهزة، انت عيني. مصاري مو مشكلة. قد ما بدك، شو ما بدك، ما في مشكلة. المهم نفوت على الإيميل، فهمتني؟ الجهاز اللي بيفوت منه صاحب الإيميل، نقدر نوصل له؟ الجهاز؟ يا رفيق نحن ما في شيء ما بنقدر نوصل له، اعتبره عندك. حلو، أنت عيني، شغلتك بسيطة كتير، برنامج صغير، أنا مساوي، شغل إيدي وحياة عيني. نزلوا على الجهاز، أول ما ينفتح الإيميل من الجهاز، الباسورد بصير عنا لأي إيميل بدنا إياه، وبيحذف حاله نهائياً. ولا كأنه كان موجود. شغل عبقري مو؟ بدون شك أنت جدير بالثقة. قديش بدك تكلفنا البرنامج؟ 20,000. 20,000. أنت عارفان حالك مع مين عم تحكي؟ مين هذا الشاب اللي قاعد قدامك عم يحكي معك؟ ما تشرفنا. أنا رفيق أبو معتصم، جاي لعندك بمهمة أمنية. بدك تساعدني يعني بدك تساعدني، فهمتني؟ ممكن الهوية لو سمحت، بس مشان نتأكد مو أكثر. الهوية؟ إذا سمحت. إيه على عيني.
للاسف الهويه ما لي حاملها. بكل الاحوال ما في مشكله على المبلغ يعني شو 20,000 ندفعه نجيب لك فيهم امر صرف عادي. ما في مشكله. المهم تخدمني على عيني. هيك انت عيني كود يا مان. خلاص المهم اعطيني البرنامج انت مش ندخله على الاداره وبتعرف يصير في اجراءات. من عيوني فورا. يلا عامل لي مشفى ميداني هون؟ ليش ما بتعمل معملي سكني عسكرية بالمرة؟ قلنا لك كانوا عاملنا كمين والمعمل أقرب نقطة كنا نحتمي فيه. شو بدك يعني كنساوي؟ خلي الشباب يموتوا؟ يفطسوا وينضربوا يحترقوا. أنا ما دخلني. أنا وياك كان في بيناتنا اتفاق وأنت أخليت فيه. هذا بزنس مو لعبة. والله هذا اللي صار. هذا اللي صار؟ لك شو أنت بلا مخ؟ بركي اللي مسكوا من عندكم اعترفوا على المعمل هلا. سيدي لا تخاف على حالك، ما بيقيلوا غير اللي استشهدوا، ما قدرنا نسحبهم والمتصوبين كلهم هوني. ممتاز. هلا انتم بتخطفوا موشي نهائيا، عم تفهم علي؟ هون ما عاد في لكم شغل. كل شيء اتفقنا عليه بتعتبروه ملغي. والله نحن بهالحاله ما بنحسن نمشي. يا أنا هذا ما دخلني فيه. أنتوا بتدبروا حالكم يا أما بسلمكم للدولة وهي بتتفاهم معكم. لا سيدي أنا عندي حل أحسن من هيك. الدم مزروع عنا لنشوف شو بدنا نساوي فيك. ماشي. اسمع، معكم ساعتين لتخلو. بعدها لا تلوموني على شيها. واقف عندك! انت لا تلومني على اي شيء بساويه. قلت لك من البدايه انتو شله اولاد ومعكم العاب. ما صدقتني. واضح انك انت ما بتعرف مع مين داخل. حالي هلا مثل ما قلت لك أكثر من 20,000 ما بيناسبني. ما عجبك أي سوق قدامك، في مليون محل. يعني ما بيزبط معك 25؟ عليه؟ أنا معك إن شاء الله، الله معك. ماشي، 20. من الأول اسمع الكلمة، أنا لك 20. زيك معلي. وينك؟ إذا بسمع إنك غادرني بليرة بعرضي لخلي دمك يطرش على الحيطان طرش. أهلك ما راح يعرفوا وشك. قول أمرك ولا؟ أمرك. جواب وشك ما عم يروح من بالي. عم انتظر هون على الحجز لحتى اشوفك هالكم ثانية. مو مضطرة تحكي شيء هلا، بس كان لازم اقول لك اللي بقلبي. انتو من اهم المطلوبين والدولة مستعدة توصلكم. شايف هذا الفيديو؟ هذا في عندي منه كتير. مكانكم واضح وحركتكم صعبة وأشكالكم واضحة وباينة والأسماء كلها موجودة عندي. وأنا موصي إذا كان بيصير شيء إلي أو لمعملي إنه هدول الفيديوهات كلهم
بيروحوا بتسلموا للسلطات المختصة وبيقولوا لهم انه انتوا اقتحمتوا معملي واخذتوا عمالي رهائن واجبرتوني انه اتعاون معكم، بس انا بحس الوطن العالي اتصلت بالجهات المختصة وبلغت عنكم. بقى لعب الاولاد بدنا نبطله. يا ابن الكلب. يا عود عود عود. شوف، الاتفاق تغير من هاللحظة. سابقاً كان سطح معملي مقابل أن سيارتي تطلع وتوزع جوا، لكن هلأ حياتك وحياة رجالك مقابل شو؟ هلأ شو بدك؟ أنت فيك تتنقل بالشام؟ فيني، معي وراق مضروبة. عظيم، لكان أروح لما بدي إياك بطلبك. أبو صلاح، هدول الشباب خليهم هون وشوف شو بدهم، بس لا تخلي حدا يفوت غيرك، فهمت؟ أمرك كمان بيك. روح. الله كيلك يا مأمون لفري، دوخة بدك 100 فوتي. الله وفقك بداني كنت انشلمت والله، بس بالأخير الحمد لله مش الحال. بس يا تعطيك العافية مش الحال. يعني خلص روح اتكل على الله. ابنك تحول على السجن النظامي ومشي خشب، قربت محاكمته يعني مش الحال. يكتر خيرك يا ابو معتصم، الله وكيلك معروفك هاد، ما راح اسالك اياه بحياتي. اسكن بالصوره ابو مونا شارك الفيت، صرت حاطط بلاوي اليوم بالذات، حطيت هديك الحسبه ولسه بدناها، لسه لازمنا نستخدمنا شغلتين. انت بتعرف انا بدي طالع ابني، حتى لو اضطريت بيع بيتي وعفشي وتيابي خلص، اعتبر المبلغ صار بجيبتك. مصدق انا مصدقك، واثق فيك، وعم اصرف هيك غيابي انا، لاني مصدقك، ولو الله كانه ابني الله وكيلك. على فكره انا وصلت له لمأمون، واليوم بالذات رحت وشفته. شو؟ عم تحكي جد؟ شفته قدام عيونك؟ لك شفته، ايه شفته، وقعدت انا وياه وحكينا مع بعض مثل عادي. شلونه؟ تعبان مرضان شو صاير؟ في عاملين في شيء؟ ما في البلا يغسل عين عنه. ها لا على الخشب يا زلمه، ابو ضاي ود حاله. وشباك ابو معتصم بغلاوه اولادك عمتك مأمون منيح؟ منيح منيح. لك الله وكيلك، انا كنت عارفه انه انت متلوع قلبك عليه وحاسس بدالك نفس الاحساس، مشان هيك انا محضر لك هديه على كيفك. صورته؟ لا ما صورته، سجلت له صوته. بتعرف انت وقت بتفوت معي الضابط واصل، ما بياخذوا منك الموبايل على الباب، بتفوت وبتساوي اللي بدك اياه. هلا حكي ما قدرت اخليه يحكي معه، بس سجلت لك صوته. ها اسمع. مرحبا يا بي، لا تخاف علي، انا منيح وناقصني شيء غير شوفتك. طمن بالك وتاكد اني طالع عن قريب. يا حبيبي يا بي، يا حبيبي يا روحي، لا اترك يا بابا لا اترك. وكل الله وكل الله بأمون، خلص ليك الحمد لله بألف خير وسلامة، خلص شغلي مقضية مقضية. وكل الله وكل الله، كلك لقمة إن شاء الله. كول كتر خيرك يا أبو معتصم، ألف الحمد لله، ألف الحمد والشكر لك يا رب. دائما الحمد لله بصحتك. عزام بيك. مدام عتاب. سويل بيانفينو. أنا كتير مشتاقة لك ومشتاقة لسهراتك الحلوة. وأنا كمان مشتاقة لك ومشتاقة لسهرات الشام وقعدات الشام وحكايات الشام. أنت طمنيني، شو الأخبار عندكم؟
يوم هيك ويوم هيك تعودنا، عم نحاول نعيش. بس انت اللي لازم تخبرني لانك ادرى بالايام الجاي. صدقيني مدام عتاب انه نحن هون بلبنان ما حدا بيعرف شيء. شو بيقرروا الكبار نحن بننفذ. وانت طول عمرك كبير على الزنبي. انت طمنيني عنك، شو اخباري؟ انا منيحه. قولي لي عايزه شيء؟ لازمك شيء؟ انا مو لازم شيء. انت مفضل على الزنبي. بس اذا مصر حسابي بالبنك بتعرفه. كم ألف دولار ما رح يضربوني. طول عمرك مهضومة ودمك خفيف. حاضر. تكرم عيني. المهم أنت طمني كيف أمورك؟ والله أنا على حطة إيدك. ناطر هدايك الحلوة. وأنا على طول حاضرة. شوف شو عم حضر لك. كواليتي مهم كتير. جيت يا معي؟ لا لسه عم بطبخ لك اياها على نار خفيفه. انا بعرف انك انت طباخه شاطره كتير وما بينخاف عليك، بس انت هيك جوعتيني. سيدرا بونسوار. سيدرا تذكرتك؟ ولو هيدي سيدرا في حدا بيقدر ينساها؟ ميرسي سيدرا. بفضل مساعدتك ودعمك إلها بالإعلام مشي حالة بالتمثيل، وهلأ عندها بطولة مسلسل سوري لبناني. هيدا الحكي كتير حلو، برافو. الفضل إلك عزامبي. بالإذن عزامبيك. بليز تفضل. اسمعي، الليلة بتضلي معه وبتبسطي على آخر، فهمتي؟ حاضر عزامبيك. مدام عتاب انا رح اترككم شوي مع بعض مشان هيك تحكوا شوي. بالاذن. تفضل. قليل حلال انت ناوي تروح حالك؟ لك ما قلنا لك هدي هالكم يوم شوي. لك شلون بدي هدي شلون؟ لسه من كم يوم كنت عم بلعب بالمصاري لعب، وهلا على الحديده وبتقلي هدي. لك شو صار معك؟ لك بيرو بدك تتجوزها؟ والله السياره سليمه يا معلمي. ها ما فيها شيء الله خلقه، ما في غير بلور تبع الباب وبس. يلا ماشي روح شوف شغلك. روح امرك معلم. ايه حبيب. هي عائلة العروس، ضل نحكي بالمهر. طب مهر شو؟ مثل العادي على البيع. إيه لا ما حذرت، لسه هلا عمل لك على الحديدة، بتناولني على الحارك معتصم. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو زيك، المشكلة إنك موان. شريف، شريف على المكتب من خرطش البازار. بعرضي إنك لعنة كبرت. لك شريف أحلى أبو زيك والله. إيه سيدي، لك أصب لك كاس مشان الله. زين زين، خلص عم نشرب كله. والآن مع الصوت الذي ننتظره كل ليلة، مع فخر الغناء السوري، الفنان الكبير صبحي ياسين. هذا الحمار الكبير مو الفنان الكبير. هلا اسمع. أنا اليوم ماني جاي لحتى غنى. ما عاد أعمل شيء ما له معنى. وما بيجيب نتيجة. ليش بدي غني؟ ولمين؟ أنا كان في شغلات أساسية عم غني كرمالها. كان في قضية أنا كنت عايش مشانها. بس هلا بح بح، كل شيء انتهى. قضية ماتت وماتت معها
كل القضايا. شو بدك يعني اعمل يعني؟ ابوكي من طول عمره سمعته بين العالم انه حزبي وكتيب تقارير. لك ليش هيك عم تطلعي فيني كانه الحق علي؟ هو هيك سمعته بين الناس؟ بقى هلا وقفت على تليفون تهديد وشوية مسبات؟ هالمرة غير كل مرة. أنا هلا خايفي عليه عن جد؟ لا حبيبتي، خافي على حالك، ابوكي ما بيخاف عليه. لكن لأنه مانو ابوك ما بتخاف عليه. هلا هيك لك حنين. لك أنا فقت على الدنيا ما عندي أب. هو وأمك اللي ربوني. الله يسامحك، بس كل هالشي بتشوفيني قليل الأصل. المهم هلأ بدنا نلاقي طريقة لحتى نحمي أبوك من هالبلاوي. لك من طول عمري بقول له اهدى، كن، روق، بطل. ليكو اجى التقاعد لعنده سنح وما بده اياه. أبوكي مشكلته حاله، هو مخرطش حاله بحاله، مو الدنيا مخرطشته. لأنه مظلوم. خير يا طير عند المساء. شرف أبي، في جوز كلامنا نحكيه معك. ايه تفضلوا. شرف ارتاح. مرتاح؟ شو في؟ طيب عود لنحكي. عود بابا عود. تفضل أبي. مشان التهديدات اللي عم تجيك ما بدك تساوي شي مشانها؟ كمل كمل. شفتي؟ هذا اللي عم بحكي. هلا بياخذني بالهيله ما بيستوعبني، بالاخر بيخرطشني باللي انت طلع منه. نحن خايفين عليك ابي. لك ليش انا ماني خايف على حالي؟ إيه هذا حكينا. طب تفضل هات شوف، تحفنا نورنا، ارشدنا يا سيدي اذا بدك، هات شوف شو افكارك، شو اعمل يعني؟ استقيل وعود ببيتك، بيت سياح نياح، اتبرطع وانبسط، البيس وتبرفان، اتمشور، لك روح لوين ما بدك، ومن هالشوارب ام معتصم. اذا بتطلب لبن العصفور بيحضر لك، في شيء الحكي؟ شوف يا معتصم، ابوك هذا اللي عم يحكي معك، واللي مربيك كل شبر بندر، راح يصير مدير عام. عرفت؟ هلا بعد ما استوى الارهون بدك كان يتركها لحتى غيري يتفاق. هاي اولا. اي قبل ما تخرطش، ثانيا وثالثا وعاشرا، اي حرق اخته هالقرعوني اللي صار له 60 سنه لحتى بده يصير مشموش. ابي لو بدهم يعطوك امتياز ويعطوك حقك ويحطوك بمطرحه كانوا ساووا هالحكي من سلسلتي وانستي، مو هلا. حتى هالقرشين اللي عم يعطوك اياهم تخرطشهم بجيبتك عم يمننوك فيه. اي شمس بلادي وبعرفها. من الاخر شوف يا معتصم، استقالي ما راح استقيل، استقالي ما راح استقيل بابا. اعطيني سيجارة. شريف شوف، انا زلمه بدي اعيش،
يمكن اتجوز اذا انتم حتضلوا عايشين هيك بعد اصطفلوا. احليين احليين تقلي العرس لك ابو معتصم بلا تقلي من اللي ما خلقت له خاطركم من اللي ما خلقت له عنك ويلي عن تربيتك اللي عم اشوف انك جئر وتنعي صعي عجبك بس كان معه حق بكل كلمه نام بابا مالش حكيني كلمتين أبي تعباني وعندي شغل الصبح بكير بعرف أبي بعرف بس يا حنين برضاي عليكي لا تقلقيني عليكي أكتر ما لي أنا غيرت عليكي قصة الخوف علي نسي نسي لا تخافي علي أبي طول عمري كذبي بي أنا متعود على هذا يعني كل عمري خايف على حالي وما عم يصير علي شيء الحمد لله والتهديدات اللي عم تجيني هلا ما هزيد علي شيء يعني والله لا زادت ولا نقصت هذا هو الحال من كل عمري هذا هو حالي اي والله الله يرضى عليك بس انت فكري بحالك هذا المهم ما عندي شيء مهم بالدنيا اكثر منك انت الغالي وانت المهمه بالحياه صدقيني انا بحكي على جواز بس والله العظيم ما فكري غير فيكي مو بحالي انت شوفي براسك ابي احكي لي ليلي ترضلي كل عمري هيك عم تفكري غلط؟ ما بصير معلش بابا اتركني من مشاكلي طيب ليك اللي عليك حنين هلا مو وقت الحكي معلش انت هيك من فعلي متوتره ومتضايقه وانا مقدر خلاص مثل بديك مثل بديك بكره بنحكي بصير ابي طيب يلا صباح الخير وانت من اهل بابا المستقبل حتى المصير الخاف ويمر بي ضيفها تسكن الأحلام جميلة وأحبها واسمها سأم ويمر بي ضيفها وتسكن الأحلام جميلة وأحبها واسمها صار اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار يا أرض السلام يا أرض السلام معلش لك الله والملايكة حراسك هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر دقنا القهر مثل الشجر من موت وما مننحرق هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر دقنا القهر مثل الشجر من موت وما مننحرق ويمر بي ضيفها
جميلة نحبها واسمها سأل ويمر بي طيبها وتسكن الأحلى جميلة أحبها واسمها سأل.